احييكم مجددا مشاهدينا الاعزاء. الان حنتكلم عن السياحه والاجازه والاسترخاء. توقع مسؤول بقطاع وكالات السفر والسياحه انه يتجاوز عدد السياح السعوديين المسافرين الى خارج المملكه في اجازه منتصف العام الدراسي الى ما يزيد عن 500 الف شخص. وطبعا دبي استاثرت بالنسبه الاكبر منها، وفي دول عربية كثير غابت عن الساحة أو عن القائمة السياحية في هذه الإجازة بسبب طبعا غياب الأمن والاضطرابات السياسية في بعض الدول العربية، الله يفرجها عليهم إن شاء الله. حتى نتحدث أكثر عن موضوع السياحة والجهات اللي بيتوجهوا لها السعوديين وما هي الأفضل، اسمحوا لي أرحب معايا بمنى عوني، مدير إدارة تسويق وعلاقات عامة. أهلا فيك أخت منى. أهلين هبة، كيفك؟ الله يسلمك، تمام، نورتينا. يعيشك، شكرا. الله يسلمك، شكرا، يعيشك، ذكرتيني بتونس الخضراء الجميلة. أخت منى، خلينا نتكلم أكثر عن الوجهات السياحية وتحديدا عن دبي. يعني دبي مقصد الإمارات بشكل عام، بس دبي يعني المدللة مقصد كبير للسياح. نعم. العرب والخليجيين والسعوديين تحديدا. فلا تكلمينا عن أسباب أنه الناس بتتوجه للإمارات وما هي أبرز الأماكن الموجودة في دبي؟ طبعا استطاعت يعني دولة الإمارات العربية المتحدة أن تضع نفسها على خريطة، ليست خريطة الطريق ولكن على الخريطة السياحية العالمية. يعني تقريبا كل السواح، كل الجاليات سواء عربية خليجية، يجدون ملاذ في دبي ووجهة سياحية تستطيع إذا حد يعني إن صح التعبير أنه تلبي كل احتياجاتهم، سواء السواح اللي هم يعني يقصدوا دبي أو الإمارات للترفيه أو للسياحة الثقافية، الاستجبابية، العلاجية، كل أنواعها. بس يعني حتى السياحة الرياضية، السياحة العلاجية يعني مش مرة قوية في الإمارات، الباقي كله ممتاز. العلاجية تعرفي بمعنى أنه ممكن تعرفي أنه الصحراء دواء أوكي، الاسترخاء، يعني للاسترخاء، أنه ممكن تكون مثلا المنتجعات الصحية عندك بالعين، استرخاء والتأمل. يعني أوكي. العين السخنة هذه بالعين، يعني طبعاً. أكيد طبعا منطقة العين منطقة جميلة يعني. طبعا خضراء فصارت انه ملاذ او يعني وجهه سياحيه باتم معنى الكلمه، لانه ممكن مش فقط انه مثلا للكابلز او بس لكل العائله، مش فقط لرجال الاعمال او للشباب او للاطفال، كل متطلبات العائله الخليجيه العربيه صارت دبي هي الوجهه السياحيه، ومن احلى الوجهات اعتقد. يعني اكيد حتى المشاهدين يوافقوني اكيد. لا صراحه المهم كمان في الامارات وفي دبي تحديدا انه في ترحاب، يعني ترحيب. نعم. من الكل، والشعب الاماراتي شعب جدا منفتح ومضياف جدا، وبعدين يتقبل. نعم. الجنسيات الاخرى بكل احترام، يعني ما في عنصريه، ما حد يسمع كلمه سيئه. لا. القانون كمان الاماراتي يعاقب على العنصريه، والامن ما شاء الله، والنظام والنظافه. نعم. نعم. يعني أتذكر والدتي الله يحفظها مرة كنا بنتكلم عن واحدة من الدول الخليجية، لما يصير في حفرية أو كونستراكشن الشوارع كلها اللي جنبها تخرب، هنا ما شاء الله يزرعوا الأبراج زراعة. صح. ما شاء الله يعني. صح. ونظافة وترتيب، والمهم كمان أنه في استقطاب، في تسويق جيد، في استقطاب مهم لل. نعم طبعا القيادة الرشيدة لدولة الإمارات طبعا يعني بنثمن بجهودهم وقراراتهم الحكيمة. وبالمناسبة طبعا أنه نحيي دبي، وأنا يعني من سكان دبي وصار لي يعني مدة كبيرة وفي مجال القطاع السياحي. طبعا كانت لهفة، وكان كنت أترقب يعني نتيجة الإكسبو 2020، وأعتقد أنه دبي فعلا استطاعت أن تسوق للحدث وتستحق بجدارة يعني أنه تكون ممتاز. من منظمين الحدث. وقلتي أنت التسويق، النظام، يعني أكيد الإمارات استطاعت أنه حتى تعمل ترويج للسياحة، السياحة الإماراتية في كل البلدان العالمية، حتى خلينا نقول بنورث أمريكا، يعني بأمريكا الشمالية. بتقولي الإمارات ممكن فعلا أنه بيسمعوا الاسم، بس مجرد ذكر دبي الكل بيعرفوا أنه برج خليفة دبي. أحكي لك يعني أنا فور الراقصة دبي، كل شيء، يعني أنه أبو ظبي هلأ مثلا تقولي المنتجعات السياحية، أو بالأحرى بتقولي الباركس اللي هم مثلا هيئة فراري. السياحة في أبو ظبي على فكرة صارت نشيطة جدا طبعاً. كمان أكيد. يعني أنا نحكي لك يعني مجرد يعني أنه نكتة أو حادثة. كنت في مدينة في كندا، طبعا حبينا نطلع للسي ان تاور اللي هي تعتبر يعني من الايكونز الموجوده، مثل هنا برج خليفه او برج العرب في الامارات.
فكاتب واحد على البلوكس على الموقع الاجتماعي بالسيان تاور كاتب thank you دبي thank you to برج خليفة because you are now the tallest building in the world. I was so proud. أنا يعني كان عندي فخورة. والله العظيم يعني كنت فخورة رغم أنه هي مش بلدي بس أنا بعتبرها طبعا بلدي لأنه فعلا حسيت أنه عندي انتماء وحسيت أنه كأنه لإلي موجه فحتى طلعت بالنسبة لهم أنا I'm from Dubai I came from Dubai. واحد يشعر بالفخر. لا صحيح هو والجميل في الإمارات كمان أنه في حرية للأشخاص طبعا. يعني ما في أي تعصب ديني ما في أي تطرف الكل يشعر أنه هذا المكان هو قريب لقلبه جدا حتى لو ما كان بلده يشعر فعلا صح. لما تلاقي حقوقك محفوظة كإنسان وكل اللي تبغيه تلاقي الخدمات مميزة بعدين المنافسة عالية جدا لأنه يعني تلاقي حتى مثلا في مراكز التجميل كصوالين في المراكز كل شيء في تنافس ودائما يحبوا كلمة أكبر أطول ويعملوا مجهود في تخطيط صراحة يعني في رؤية أنا حاسة إن إحنا الاثنين ضيوف لأنه إحنا الاثنين بنتكلم طب حلوك أحسن والله إنه يعني في رؤية نرجع نقول إنه القيادة الرشيدة إنه في كل شيء تخطيط فيه يعني إنه مخطط إنه هالبلد يصير وجهة لكل الناس يعني سواء لكل الجاليات حتى نرجع بذكر يعني على ذكر موضوع إنه في كل شيء متطلبات فوتي مثلا على موقع جامع الشيخ زايد بتلاقي كل المعلومات للناس أو للجاليات الأجنبية اللي هي حابة تزور الجامع الأوقات يعني الدوام شو اللباس أو التسويق صحيح الشروط الأحكام صحيح. وإنه وين تروحي وين تجي وبعدين موقع أبوظبي كمان هيئة أبوظبي للسياحة مشكورين لأنه داعمين الإمارات كوجهة نرجع نقول كوجهة عالمية صدقيني هي بحتصير هالبلد هي المستقبل هي المستقبل حتصير أكثر وأكثر خاصة بعد اكتمال طبعا جزيرة السعديات جزيرة ياس أنه خلص هي صارت الوجهة الرياضية جزيرة السعديات الوجهة الثقافية جزيرة المرايا اللي هي العاصمة الاقتصادية للدولة ما عادش في منهاتن حتصير في منهاتن أبو ظبي فعلا إن شاء الله وإن شاء الله تكون هذه هي لؤلؤة الخليج يا هذا فخر لنا لأنه دولة عربية خليجية إيش رأيك حننتقل مشاهدينا إلى استطلاع آراء بعض السعوديين اللي بيزوروا الإمارات خلينا نتابع ما قالوه البعض كل عام وأنتم بخير وحنا في بلدنا الثاني دولة الإمارات أو السعودية أو أي بلد ثاني خليجي يعتبر بلد واحد ولكن على أي حال حنا مبسوطين أنا والأسرة هنا ودائما حقيقة أنا أجي هنا كل إجازة عندي لأني استمتع هنا بصراحة بالمحلات والإقامة والناس طيبين هنا لأنها متجددة وكمان فيها أماكن سياحية ممتعة وكثيرة وحلوة ما شاء الله وكمان الشعب في أبو ظبي نروح لفراري وعالم البحار المياه والمولات هنا والأسواق والمطاعم حلوة كل شيء صراحة مرتب ونظيف والواحد يقضي إجازته هنا بكل متعة والله بشكل عام يعني ممكن تقول أن الإمارات يعني من دول عالمية وفيها دبي يعني دولة عالمية مدينة عالمية بالإمارات وفي عندك أبو ظبي من العواصم يعني الجميلة يعني بالإمارات وبشكل عام دولة حلوة قريبة على السعودية علينا وكل شيء فيها تمام حلو دبي مول جميرة وجي بي آر والله الإمارات بلد حلو وأحس بالتجدد كل مرة أجي فيها والأماكن حلوة المطاعم كل شيء حلو فيها صراحة والله أغلب الأماكن يعني ممكن تقول دبي جميرة جي بي آر ممكن تقول أبوظبي في عندك فراري وورد ياس ووتر وورد بشكل عام جزيرة ياس جزيرة الريم كل شيء تمام حلو الحمد لله يعني مشاهدينا زي ما بنشوف أنه غالبية الآراء مع السياحة في الإمارات وفي دبي ومحبتهم الكبيرة للإمارات طيب خليني أسألك أخت منى ليش إحنا دائما كمان كسعودية يعني في النهاية بلدي وحابة أنها تكون الأفضل مع محبتي للإمارات بس حابة أنه يكون مثلا كلنا نتمنى أنه يكون في سياحة في السعودية لماذا برأيك تعتقد أنه في نسبة أقل بتتجه للسياحة الداخلية في السعودية بتتجه أكثر للخارج والدول العربية أعتقد أنه هبة العادات والتقاليد يعني في المملكة وطبعا مع احترامنا لأنه أكيد. للعادات والتقاليد والموروث الثقافي والأصالة اللي موجودة بالمملكة العربية السعودية أكيد حرية أنه ممكن الحريات اللي موجودة مع تعدد الجنسيات الموجودة ممكن أنه خارج الدولة طبعا بالإضافة إلى قوانين الدولة أنه للدخول الخروج والسفر كذا فممكن هي اللي تعطي حرية للعائلة أنه أكثر
تعطيهم يعني انه قابليه للتطلع اكثر. بس بالعكس انا قاعده نشوف مؤخرا انه على قنوات تلفزيونيه انه هناك العديد من النشاطات خاصه موجهه للاطفال، وهذا الشيء جميل لانه ممكن حيتركوا العائله السعوديه تفكر مره ثانيه انه تبقى بالمملكه، لانه في برامج كثير صارت دورات او انه حابين يجيبولكم مهرجانات نعم متنوعه بالمملكه. هو كمان انا اعتقد السبب الاخر انه بعض العائلات تفضل انها تسافر للخارج يعني تغيير، وفي نفس الوقت كمان انه في حريه اكبر ليهم. صح. النقطه المهمه ايضا انه احنا عندنا مناطق جميله في السعوديه، يعني انا اول مره اسافر مع اهلي منطقه الجنوب تفاجأت، اعتقد يعني خضراء شفتي تونس الخضراء يعني خضراء جدا وجميله، والمطر والشعب يعني مضياف أهل الجنوب، تسأليهم العنوان فين يوصلوك للمكان، يعني طبعا مش أنا يعني والدي لأنه السيدات ما بيسوقوا في السعودية، فمضيافين جدا. في كمان بعض المناطق الجميلة في 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 منطقة الشمال رائعة، في طبعا الرياض ونجد في الصحراء. صح. صح. الشرقية فيها مناطق جميلة والبحر رائع، يعني كل منطقة عندنا، والوسطى طبعا أهل الحجاز احنا فعندنا كل منطقة جميلة، بس أعتقد أنه تحتاج تنظيم أكثر، تحتاج يكون في حرية وقت. أكثر وقت، وبعدين أنه ركزت المملكة على السياحة الدينية وهذا طبعا شيء جميل، وفي نفس الوقت يعني كمان الحج والعمرة طبعا لأنه ممكن الناس صارت أنه في نفس الوقت يعني أنه في طبعا لأداء مناسك العمرة ومناسك الحج، ولكن في نفس الوقت طبعا لاكتشاف وتطلع على المملكة العربية السعودية إن شاء الله ممكن. هل في أفكار في بالك مثلا تقترحها بحكم مجالك في عمل الفندقة والسياحة، هل في اقتراحات ممكن تقترحيها يتم تطبيقها في السعودية مثلا اقتداء ببعض الدول العالمية أو الخليجية لاستقطاب سياح أكثر أو استقطاب السعوديين، لأنه عدد شعب ما شاء الله السعودية كبير وبيسافروا للخارج وبيدفعوا بالمليارات. صح. فالبلد يعني أولى. أعتقد أنه إذا كان الدولة يعني ممكن سهلت عملية الزيارة أو أنه العملية دخول المملكة العربية السعودية أكيد حيكون في مجالات للاستثمار، وطبعا إذا كان المرأة تم تمكين دور المرأة في المملكة العربية السعودية ما شاء الله يعني ممكن يكون في سياحة بطرق طبعا تحترم فيها قوانين الدولة وعادات وتقاليد، حتكون فعلا هناك سياحة مميزة وعلى درجة كبيرة من الفخامة والرفاهية، لأنه أنا عارفة أنه بعض الفنادق يعني على ملك سيدات أعمال ومن العائلات حتى العائلة المالكة ما شاء الله يعني في أشياء جميلة جدا ما شاء الله عليهم في البزنس ومبدعات. برافو عليك. وطبعا المرأة السعودية مرأة جميلة. شكرا. وهذا مثال يعني أكثر مثال يعني موجود معنا. المرأة السعودية جميلة بأفكارها وبحضورها، وأكيد ستتألق إن شاء الله بكل المجالات إن شاء الله منهم السياحية، وادعوني للسعودية أشتغل معكم إن شاء الله. تنوري حبيبتي. إن شاء الله السعودية ترحب فيك وترحب بكل الناس. يعيشك. شكرا. مشاهدينا طبعا احنا حبينا نستطلع اراء السعوديين في السياحه داخل المملكه، بعض المدن مثلا زي جده والرياض، طبعا اللي اتمنى انه كل المناطق في السعوديه يكون في استقطاب للسياح فيها، لانه ما شاء الله السعوديه ثاني اكبر دوله عربيه واكبر دوله خليجيه، ففي تنوع بيئي رائع وفي تنوع في الطبيعه وفي تنوع في الاجواء، فياريت نستقطب كل منطقه بمميزاتها شريحه من السياح. خلينا نتابع الفوكس بوب ثم نعود. الإجازة هذه قضيتها مع بعض الأقارب والصحبات يعني، وأنا قاعدة أجهز البارتي تخرجي وإن شاء الله ربي يتمم علي على خير. والله عندي زفاف ابنتي فبقضيها معها. الصراحة الإجازة مرة حلوة، جينا من الطائف للرياض والجو مرة حلو والأجواء حلوة والمنتزهات وكذا. والله احنا موظفين ما عندنا اجازات لحد الان، ما في اجازات مداومين. انا من منطقه الطايف فجيت هنا للرياض قضيتها مع قرايبي وكذا، انه عندنا بارتي وجوها والقرايب كل قرايبنا بالرياض. والله الى الان ما بعد سويت شيء، انا الحين توني بادي الاجازه، بس يعني ان شاء الله يعني ممكن تروح منا ولا تروح منا ولا تطلع البر ولا نطلع نسافر يعني على حسب يعني. والله قضيتها بمكان عملي اللي هو دراستي في الرياض طبعا، لان اجازه قصيره زي ما تشوفون اسبوع ما استحمل يعني السفر ولا كذا. قضيت اجازتي بالرياض، انا جاي من الدمام وقلت اخذ جوله في الرياض في المعالم المملكه والفصليه كذا. في البيت لكن بنتمشى في جده. لا قاعدين في جده، قاعدين في جده وحنتمشى يعني.
نقضيها هنا في جدة ونطلع الطائف ونقضيها في جدة وطائف. والله حنا مشينا من الحدود الشمالية طريف لقضاء العمرة طبعا، بداية لقضاء العمرة. أخذنا يومين في المدينة، يوم في مكة، وأمس جينا هنا في جدة. والله الحمد لله قضيناها في التسوق، حتى الأماكن اللي هنا في جدة والجو كويس، لأن عندنا برد هناك، يعني درجة الحرارة تصل إلى 2-3 بالصفر، فالحمد لله يعني الوضع كويس لله الحمد. والله بعد التعديلات اللي سواها على شواطئ جدة والمولات والمهرجانات، أتوقع ما حنخرج برا جدة، حنقعد في جدة بشكل أطول. يعني احنا كنا في المفروض نروح على الأحساء أو على الشرقية، بس بطلنا بسبب التطورات اللي صارت ما شاء الله. طبعا أكيد أكيد، أنا رابع يوم أجي هنا بسبب المهرجانات، فحيكون أكيد شيء طيب يعني. مشاهدينا كانت آراء متفاوتة، أهل جدة فيهم الخير، وأهل الرياض وأهل الشمال وأهل الجنوب وأهل كل منطقة في السعودية، يعني عشان ما نكون متحيزين لمنطقة دون عن الأخرى. بس أنا في شيء يحزنني جدا، أنه كورنيش جدة الجديد الرائع اللي اتعمل من شركة كبيرة وانصرف عليه كثير، ما في نظافة للأسف، في نسبة كبيرة من الأشخاص ما بيهتموا بالنظافة، شوهوا المنظر. فياريت، أنا أتمنى من السعودية يكون في تطبيق غرامة لكل شخص يقذف أو يرمي بالمهملات عشان نحافظ على نظافة أكثر. نعود لك مرة ثانية أخت منى. طبعا التحضير الإجازة هو شيء مهم، أو للوجهة الشخص حابب يروحها لأي بلد نقطة مهمة. طبعا ما شاء الله عندنا في السعودية يحضروا من بدري، وأوقات إحنا كشعب سعودي تشوفينا في كل مكان ما شاء الله في كل مكان، يعني أوقات تروحي مكان تقولي يلا أنا أول من يكتشف هذا المكان، تفاجأ أنه ما شاء الله يعني اطلاع كبير بالمناطق الجديدة ومحبة للسفر، شعب فعلا يحب السفر. إيش تنصحي الأشخاص عادة قبل السفر؟ كيف التحضيرات تكون؟ كيف يحضروا نفسهم للسفرة من وقت؟ ما هي الإجراءات اللي يعملوها كمان عشان بعض العائلات ما تتكلف بتكاليف عالية ممكن تكون أقل ويوفروا فيها؟ صح، خاصة أول أهم شيء طبعا اللي إنه السائح أو اللي حيقوم يعني بالإجازة سواء صيفية أو إجازة يعني أخرى مع العائلة، لابد أن يختار المكان المناسب ليه ومناسب لعائلته. يعني ممكن هو ينبسط وولاده ما بينبسطوا، يعني بالعكس، فلازم يكون يفكر إنه الوجهة اللي هو قصدها طبعاً إنه يقصد مكان يعني للعائلة إنه تنبسط فيه كلها. طبعاً يقوم بتصفح إنه على الإنترنت، بيشوف الفنادق، الممكن خطوط الطيران، يشوف العروض الأسعار اللي هي ممكن تكون تلائم وتتماشى مع متطلباته، لأنه فعلاً أحياناً لازم يختار الوقت المناسب سواء يروح فيه إنه لبلدان عربية أو بلدان أجنبية. إجراءات السفر طبعاً يتشيك على الفيز، تقاليد البلد اللي هو رايح لها، هذا مهم، قوانينها، لأنه في أشياء كثيرة ممكن حتى يعني ممكن الواحد يعني إنه يتغاضى عليها بالنظر، بس لا، مهم جداً تعرف شو البلد اللي رايح لها، مش فقط للشوبينج للسيدات، مش فقط للشوبينج بس، في اشياء ثانيه الواحد لازم يكتشفها ويعرفها، المناطق التاريخيه الاثريه. نعم. احيانا كمان معلم. المسرح، الموسيقى، الاوبرا طبعا، يعني ممكن الاطفال يقوموا بدراسه، يعني انه يعني بتلقنهم دروس او بتثقف وتنمي مهاراتهم او براعاتهم اليدويه ببلد ثاني باكتشاف تقاليد وعادات بلد آخر. صحيح صحيح، مر معك الوقت سريع أخت منى. شكرا. أنا حاب أشكر وجودك معنا. شكرا. يعطيك العافية ويعيشك. يعيشك. شكرا شكرا جزيلا، شكرا لكم كمان. عفو عزيزتي. مشاهدينا، السفر هو السفر له 7 فوائد، يعني الاسترخاء هذا شيء مهم ويخلي الإنسان يرجع بطاقة جديدة للعمل بأفكار فريش أكثر. حلو إنه الواحد يحافظ على يعني يرتب أموره للسفر، وكمان مهم لما يروح للبلد المستضيف أنه يراعي القوانين، لأنه بيعبر عن بلده وهو سفير لبلده. في بعض الجنسيات الخليجية أو العربية لما بتسافر لدول بتعطي انطباع سيء عن البلد كلها، فدائما نراعي القوانين، نستمتع بدون ما نزعج الآخرين. أتمنى لكم إجازة سعيدة ويرجع الكل المدارس بحماس إن شاء الله. إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا لكل من تابعنا. موعدنا بيتجدد معاكم الغد الساعة 5 بتوقيت السعودية نفس المكان، روتانا خليجية. أشكركم، مني هبة جمال ومن فريق العمل كل التقدير، تحية من القلب وإلى اللقاء.